البنية التحتية. أبرز المشاريع اللي بيشارك فيها صندوق تحيا مصر في الخارج، في خارج الحدود، يعني احنا اتكلمنا عن تحيا مصر أفريقيا، اتكلمنا كمان عن إعادة الأعمار في غزة، يعني عملنا إيه في الخارج؟ طيب، يعني يمكن في المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة كان مهم جدا الأول إن احنا يكون في قوافل إغاثة. الصندوق وفر 3 قوافل مكونة من 143 حاوية تضمنت المواد الغذائية والملابس والأغطية، بالإضافة إلى مواد البناء من خلال شركاء الصندوق اللي شاركوا في المبادرة المصرية لإعمار غزة. أيضا في دولة جيبوتي البرامج الرعاية الصحية المختلفة اللي طبقتها وزارة الصحة، احنا شاركنا من خلال مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، سواء لتوفير الأدوية أو كمان لتوفير النظارات الطبية اللي بيتم تحديدها من خلال الأطباء في القوافل الميدانية اللي تم تنفيذها في دولة جيبوتي. اللي جاي في 2022 الحقيقة ان احنا بنشارك، الحقيقة مصر بتلعب دور مهم جدا في المنطقة فيما يتعلق في يعني مواجهة تغيرات المناخ واللي بتأثر الحقيقة على أهمية تطوير سبل الزراعة وتمكين صغار المزارعين، فدي كانت نقطة مهمة جدا في الحوار مع فاو. أيضا الفاو مهتمية جدا في التعاون مع الصندوق فيما يتعلق بمواجهة هدر وفقدان الأغذية. احنا عندنا نسبة كبيرة تكاد تتعدى 80% في دولنا العربية ان مختلف القمامة او المخلفات اللي بتنتج عن هذه الدول 80% منها تقريبا هي مخلفات غذاء او مخلفات عضوية يمكن استخدامها في تحسين الزراعة في الريف المصري. خلال الفترة اللي جاية الحقيقة يمكن الفاو هتحط اطار تنفيذي لهذه البرامج بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بالاضافة الحقيقة لتنفيذ عدد من البرامج فيما يتعلق بالتمكين صغار المزارعين اقتصاديا، ودي الحقيقة محور مهم جدا. زي ما الدولة بتشتغل على فكرة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، مهم جدا ان يكون في مصدر دخل ثابت يعينهم على احتياجاتهم المعيشية.